تدخل شوية زيد القدام. الاستفادة لا والو، لا مشكل تفك الزنقة. المرا مشات هربات عليا. علاش حيت ما عطاونيش الاستفادة. الوقت اللي جيت من المرشي تلقيتها جامعة الحوايج، ومن حقها من حقها تهرب. علاش كانوا الظروف شوية صعيبة؟ صعيبة، إي ما تلينا جبرنا باش نخلصوا الكرام، ما تلينا كان المرشي شوية ما بقيت كنصور حتى شي حاجة، صافي هي فاش لقيتها جمعات الحوايج ديالها وهربات. ايوا وصلت 2020 مرت بالعصاب، هو اللي دار لي هذا المرض هذا. تبوش لي العرق والقلب عندي ضعيف، ودرت العمليه بالرميد، ما عنديش باش نشري الدواء، كيتعاونوا معايا غير المحسنين باش ناخذ الدواء. المحسنين اللي كانوا كيشريو لي نافخ ليا العرق باش ما يتبوشاش عاوتاني، نبقى نشرب هذاك الدواء دائما، وانا ما عنديش باش ناخذ هذاك الدواء. الغالب الله ما خدام ما ردام ابير. دابا نهار ديالك كامل ديالك دوزو في الكروسه؟ ها ديالك دوزو في الكروسه؟ ندوزو هنا في الكروسه الليل كامل هنا بيت، حتى الصباح عاد كنمشي لهذيك القهوه تما وكنريح، نشد قهوه وننعس بارك هاكا فوق الكرسي. ها المغاربه المحسنين يتعاونوا معايا غير باش نكري شي بويات وناخذ الدواء ديالي. دابا الدواء ملي كتقاد لك كتصعب عليك. اه صافي ما عنديش دابا، ما عنديش الدواء والو، ما عنديش الدواء. حتى والبارح شريت هذيك الرابوز الرشاشه، والبارح شريت هذاك الفانيت ديال الدقات ديال القلب 1540 ريال باش شريته. صافي وانا بارك الارض ما عنديش باش ناخذ حتى والحمد لله الحمد لله الحمد لله. تحس شويه يعني تحس كاين شويه النقص، كاين شويه النقص الله تبارك وتعالى. وكنمشي تما عند خوتي تمايا في القهوه، كنريح كندامج معاهم وكنهضر معاهم غير باش نفاجئ عليا شويه، كنسي شويه باش تفاجئ عليا شويه وصافي. هادشي اللي كاين غير نكري شي بويات نشري الدواء ونستاخر. حاشاك كانوا حل، حاشاك غير في الطواليط، غير في الطواليط كانوا حل فيها، كنبقى مزير القهاوي عييتهم كل مرة داخل ولاو كيناصروني كيقولوا لي لا سير ما تدخل. واحد القهوة لتحت راه هي اللي ولا يسدها عليا، والله إلا ولا يسدها عليا. وخا النمرة ديالك شحال؟ قرب النمرة ديالي 06 80 48 83 05. اللي بغيتي الناس على الأقل يتعاونوا معاك في الدواء؟ في الدواء. يعني خاصك تستقر عاوتاني لأن الزنقة شوية. الزنقة جاي البرد والشتا دركا وما نقدش على البرد والشتا. على البرد راه كيدير لي حاله، كينوض عليا داك الحريق هنايا ديال القلب. هي فاش شريت هذيك الرشاشه ب70 درهم باش شريتها. شكرا سيدي. شفتي فيك كيف ما تبعتوا الحاله المزريه ديال هذا السيد هذا اللي كنتمنوا ان شاء الله انه يوقفوا معاه ناس ومغاربه من داخل ارض وطن ومن خارجه، وكذلك محسنين وجمعيات. كما كتشوفوا هذه الكروسه اللي كينعس فيها، هادو هما الدوايات اللي كيخصوا ليه، يعني الا ما شربهمش يعني ولا ما خداهمش كيتزير عليه الحال. النمره ديالو 06 80 48 83 05 06 80 48 83 05. لاي واحد بغى انه يوقف معاه يتساعد معاه.